ايه شد منيح شد منيح. كيف قادرين تتحركوا؟ لا مو قادرين نتحرك بنوح. منيح بعتذر منكم، رح فوت على الحمام لاني كتير مزروق، بس اول ما برجع بعلمكم كيف بتخلصوا حالكم من الحبيب. ما رح تاخر، رح اتاخر عليكم. لحي حالك. ايه عمي انا كتير متحمسه. ايه مديحة، مثل ما بصير بالافلام انا كمان متحمس. احلى فيلم. يكون بالحمام لهلأ؟ شو بيعرفني يا بنتي؟ قال بده يفوت على الحمام وجاي لهلأ ما بين الزلمة. لك شو عم تعملي مديحة؟ لا أنا لازم فك حالي فورا، كبس على نفسي. لك شو عم تعملي؟ يونس، يونس بيك. بنتي مين هذا اللي بده يسمع صوتك الناعم؟ أنا بصرخ عني. يا الله دخيلك يونس. لك حتى صوتي ما جاب نتيجة. لا يا تافي لا. لك شو عم تعملي؟ رح تغنيني. عمي ما تفرجت على أفلام أمريكية فيها عصابات ومافيات وطبعا فيها حرمية؟ المربوطين ما بيخلصوا حالهم بالحركة شوي شوي. لا أفلام هدول أفلام. أنا فهمت الموضوع كله. بس دقيقة بس ثانية. اسمعني أنا رح عد لثلاثة، ماشي؟ إيه؟ عمي؟ لما أقول ثلاثة بكل قوتك بتدفش حالك باتجاه البيت، وقتها رح أخلص من هالحبال، ماشي؟ اتفقنا عمي؟ طيب ماشي بنتي. رح بلش عد، أنت جاهز؟ أنا جاهز، يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. لك شو عملتي لك مديحة؟ يونس! وينك يونس؟ وينك؟ الله يصطفل فيك، وينك يا واطي؟ مديحة ليكي لو عملتي مثل ما قلت لك ما صار فينا كل هالشي. هلا وقت حكيك هاد عمي؟ هذا ربطنا عينك عينك ومشي، ويمكن يكون سرقنا الله أعلم. لك اسكتي معي شوي، اسكتي معي بتفهمي؟ أنا كمان خايف يكون ربطنا مشان يسرق البيت. لحقوني رح جن، لحقوني رح جن يا جماعة. حكي لك مديحة خلصوني من هالرجال، رح أطلع على بيت لحالي. العبث يا عيب الشوم عليك يا مديحة. وينكم يا جماعة؟ مديحة لك دخيلكم ساعدونا. شو هاد؟ لك شو هالصوت هاد؟ دخيلكم مديحة ساعدونا. بابا لك شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ طولوا بالكم طولوا بالكم انا اجيت. تحسين ابني تحسين وينه؟ اجيت بابا اجيت. انا وين شايفته لهالشب؟ وشه مو غريب. لك هاد منفس الحرامية اللي فات على بيتي. لك احكولي لأفهم شو صار معكم. احكولي وخلصوني. شو بده يصير يعني؟ هاد اللي جابه أبوك ربطنا هيك مثل ما أنك شايف. والله أعلم شو بيكون أخذ من البيت. شو؟ هاد الرجال شفته عنا الصبح؟ ايه هو. أخ منك بابا، أخ منك بابا.
هلا حطيت الحق علي انا مو هيك؟ مرتك كانت موافقه على كل شيء انا سويته، الحق علي اللي كنت خايف عليكم وعلى بيتكم انا. لا تحسين، لا انا رح اطلع على بيت لحالي بعيد عن ابوك. خلصنا. يلا انا ما عاد فيني. يلا ساعدني تعال. يلا يلا بابا يلا. اي امي اي اي كنت رح اموت. تحسين. مين عم يصرخ؟ صوت فتون. يلا يلا خلونا نطلع نشوف. يلا الصوت جاي من هون. تعال خلص يلا يلا بدي اجينا 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 كيف بدي اجينا على اجينا يا حبيبي يا كلب يا حبيبي يا حبيبي شو عم بيصير؟ فهميني مين هاد؟ ليش عم تضربي؟ قومي بقدم لك الملقب صالح الازعر الحرامي اللي فات على بيتنا. شو وصلت على بنتي وصلت عندك ليك كيف بدي ليك انا بعرف شو اللي معه يا حيوان انت يا حقير والله ربيك والله الله ربيك يا واطي. الو الشرطه رفيف شو هالصفرة الحلوة؟ عملتهم بحب، هذا كله كرمالك. أنا من قبل كنت حكيت لك عن حلمي السري بإني صير ست بيت، ما هيك؟ بس ما توقعت يطلع معك هذا كله. خود دوق هي. يسلم. جان رح تتعود علي وعلى بيتي وعلى أكلي. لا تخاف، أنا وأنت رح نعيش مع بعض ورح نكون مبسوطين كتير. هيك لك معناتها لفيتي ودرتي وبالأخير لقيت الحرامي. سيادة الضابط، نحن بدنا نقدم شكوى على هذا الحرامي شو ما كان اسمه. طبعاً طبعاً رح أخذ الأقوال هلأ. بنتي أنت كمان اتصلي بزوجك وقولي له يجي ياخده. شو كان اسمه؟ مراد ما هيك؟ لا سيدي ما في مراد. داعي لزوجي هلأ أبداً ما في داعي. أهلين وسهلين، شو حضر لك العشاء؟ لا أنا تعشيت وعند رفيف بالبيت. بالله جد؟ صحتين وهنا. رفيف طباخة مدهشة، عملت لي صفرة بتجنن ولا بالأحلام، كان لازم تشوفيها. عاملة أكل كتير طيب. بالله، بس بآخر مرة رجعت من عندها جوعان، شكلها طورت حالها كتير. برافو. يا ريت لو اتصلت وخبرتني إنك تعشيت، لأنه اللي بيتأخر المفروض يخبر. من اليوم ورايح ما رح أتصل فيكي ولا خبرك فوتون. ليش بقى؟ الوعود اللي بيناتنا والاتفاقيات اللي بيناتنا أنا وياكي ما قالن أي قيمة بنظري. كنت حابب أتسلى شوي بس هلأ ما عادوا يسلوني. بس في اتفاقية بيناتنا جانتيكين. لك فوتون أمتى رح تكبري؟ برأيك أنا بكرة الصبح وبكل بساطة ما فيني أفقس الاتفاقية؟ لا عاد تستنيني أبداً. إيداعش صفر سبعة خمستاعش.
تصبح على خير. إداعش صفر سبعة خمستاعش، إداعش صفر سبعة خمستاعش. يا الله هالأرقام شو بيذكروني؟ هاد تاريخ زواجنا أنا وجان، إداعش تموز 2015. Feryat figan, ne yapsam ne yapsam. Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Şan! Ha? Sabah al-khair. انت شو عم بتساوي؟ بتعرف شو جان؟ أنا وياك ما عم نعمل شي مع بعض غير الأكل، يعني ما في بيناتنا شي مشترك بنوب، وعم قول خلينا نطلع نركض اليوم مع بعض ونتسلى شوي. فتون حاجتك بلا حكي فاضي، بشو بدنا نتشارك وأنا ماني طايقك؟ لك ليش؟ أنا كمان رح أجي معك. ما بدي تجي. ما بتعرف إنه العقل السليم بالجسم السليم؟ لك فتون ليش لحقتيني لهون؟ رجعي رجعي على البيت. ليش؟ أنا ما تعبت لسه. لك جان استناني. جان قديشك غليظ؟ اف موتني. تضرب جان. انا ما بيوعتيني كل هالركض. اف وبتمشي. اه ليش ما نطرتني؟ مو انت طلبت تركضي معي؟ سألتيني وقلت لك لا. اذا مو قدراني انا شو دخلني؟ طيب فهمت، انت خلص ما عاد بدك تعمل معي شي بنوب. اسمعي فتون، انت ما عم تفهمي لانه مخك سميك، بس أنا رح أقلك إياها كمان مرة، أنا ماني معجب فيك بنوب، ماني طايقك. تتذكري الكلام اللي قلت لك إياه؟ قصدي هداك الكلام الحلو والاتفاقية والوعود كلها كانوا كلهم حكي، ولا في شي منهم له أهمية، كله حكي فاضي وبس. يعني مثلك بالضبط. طب المطبخ يلا. أنا ما فيني شي بالمرة، نفسي بس المطلوب. كل مين عنده وش حقيقي وهذا وش الحقيقي. الله خالقني جفس وعنيد وعصبي كمان. الباب بفوت جمل، تركي من إيدك، ضبي غراضك وطلعي من هون يلا. فتون بصراحة أنا طقت روحي، عم تفهمي علي؟ عم بتضايقي لي خلقي وعم بتنرفزيني بشوفتك، مو قدران اتحملك فتون. أهلين مراد.
طمنيني عنك فتون، كيفك؟ صوتك مو عاجبني. صوتي؟ أنا منيحة. نطلع مشوار؟ على عشا اليوم المساء؟ ماشي منروح. طيب المساء بشوفك. İşte onunlasın aşk mı bunun adı beni benden aldı kim kime yanık anlat azıcık korkmadan vazgeçme benden saklanırsan gözlerimden مديحة أنا عم فكر إنه لازم نروح مشان نشكر هالفصعوني على اللي عملته معنا، شو رأيك؟ شكرناها مبارح، قديش لازم نضل عم نتشكرها؟ يا بنتي هالمسكينة شو ما عملت بتضلي تكرهيها وبتعتبريها عدوتي؟ مسكت الحرامي وسلمته للشرطة ورجعت لك الذهب، وأنت كلمة شكرا مستكترتيها على البنت، والله عيب عليكي مو حلوة مني. هالمرة يا مديحة بابا معه حق. شجاعة فتون فاجأتني كتير. والله أنا ما عم بعرف شلون ممكن تحبيها لهالبنت. شو أعمل عمي؟ قلبي مو متحمل شوفتها. شو هالحكي هاد؟ هذا اسمه جنان. اسمعي لي منيح، رح تروحي على بيت فتون بالأول بتتصالحي أنت وياها وبعدين تتشكريها منيح. مستحيل، شو هالحكي هاد؟ أنا قلت اللي عندي. ما كان صفيان غير تصير بطلة عكتافي هالقزمة. لوين؟ شو دخلك؟ كيف يعني شو دخلني؟ اليوم رح ارجع متأخرة ويمكن اضطرنا نبرا. كيف؟ عمير موبايلك. أهلين حبي رفيف. موافقة طبعا. طيب أنا كمان اشتقت لك. طيب حبيبتي برجع بتصل فيك. بشوفك اليوم. باي باي. ليش واقفة عندك؟ مو على أساس كنتي طالعة ها؟ انبسط بوقتك مع الخانم. اي اكيد. هالكتاب ما كان يخلص، بدي اقرا كله لهلا ما عرفت شو بدي اكل. رح اكل يلي بتطلبي انت. مراد ما تحملني مسؤوليه اكثر، معناتها قرر شو بدنا ناكل بالاول، سلطة ولا لحمة ولا جاج؟ كتير محتارة. سمك؟ مثل ما بدك. هدول شو عم بيعملوا هون لحالهم؟ ساعدني شوي، ما عم بقدر قرر لحالي. شو هالصدفة الحلوة؟ ما عم صدق عيوني. لو بالأحلام ما كنت بصدق إني شوفكن قاعدين لحالكن عم تتعشوا. صح، صدفة حلوة وزيادة عن اللزوم. لكن بما إنه التقينا نحن كمان منقعد معكن. فتون، أنتو؟ أنا وحبيبي جام، مين بده يكون غيره فتون؟ ايه انتو من امتى عم تتقابلوا؟ اكيد بالسر عم تلتقوا. حبيبتي رفيف
أنا ومراد نشتغل سوا. والله صداقة شغل يعني؟ بالضبط. يلا حكولي لشوف كيف ماشي الشغل. منيح ماشي الحال. بصراحة فتون متواضعة زيادة عن اللزوم، لأنه كتاباتها طورت بفترة قصيرة. هي موهوبة كتير، وعن قريب رح نحول واحد من سيناريوهاتها لفيلم. برافو فتون. طبيعي الإنسان لما بيشتغل عن حب بيطلع معه حلو كتير. تعال حياتي. ليش كنتي قاعدة هون؟ لما التقيت برفقاتنا قلت منقعد معهم. يلا عود انت كمان. نحنا كنا من شوي عم نحكي عن فيلم الجديد لفتون. حكولنا عن شو بيحكي الفيلم؟ مستحيل ما رح نحكي عنه شيء. أول ما ينعرض بتشوفه. رفيف شو صار لك؟ مين هالتافه اللي بده يهتم بكتابات هالبنت؟ قصدي شو بده يطلع منها؟ لك فتون؟ رح تضلي مثل الأولاد؟ ما تعلمتي كيف تاكلي؟ مسحي تمك يلا حاج، بقى فضحتين قدام الناس. طيب جان لا تعيط. شو بدك يعني أعمل؟ شو بدك يعني أعمل؟ ما بتفهم غير هيك، مخ سميك وما بتتعلم غير بهالطريقة. لازم نحذرها وإلا تفضحنا هون وقدام الناس. جان انت زودتها. والله مراد بيك طلع قاعد معنا. أهلين وسهلين. انت قلت لي انك بتعرف فتون ما؟ حتى انك قلت لي بتعرفها اكثر مني مو؟ وقف خليني احكي لك شوي عن فتون. فتون يا حرام ما عنده مخ، بتعيط وبتصرخ بدون اي سبب، ولما بتحكي بين الناس بتبهدلك اكله ما فيك تدوقه، وعنيده كتير. مو بايده ابوها هيك رباها. لا تكون مفكر حالك كامل جان تيكين، لف لورا واطلع بالمراية لتعرف بساطك. خلص لا تضوجي فتون، وطي صوتك. هذا هو الشيء اللي كنت بقصده بالضبط. نصيحة مني إلك يا مراد، موظفتك اللي واثق فيها ما تعتمد عليها كتير. شو بدهم يعملوا بهالسيناريوهات؟ رح يعملوهن أفلام؟ ومين رح يرضى بسيناريوهاتك؟ مين رح يمثل بالسيناريو تبعك؟ بشفى والله العظيم بشفى على الممثل اللي رح يلعب الدور، بينشفق عليه. بهالحالة لازم تشفق على حالك جان تيكين. عفوا ما فهمت عليك. السيناريو اللي كتبته فتون انت اللي رح تمثل فيه يا جان.
كيف؟ انت شو قلت هلا؟ مثل ما سمعت، العقد اللي وقعته مشان الفيلم الجديد، سيناريست الفيلم هي فوتون وانا المنتج. شو قلت هلا؟ جان حبيبي روق شوي. عن جد ما قدرت امسك حالي. شو هاي مراد؟ اكيد وحده منك تفوتون البايخه ما هيك؟ مراد انت شو عم تقول؟ اي سيناريو واي دور؟ رح اعدلك شو قال. قال السيناريو يلي انت كتبتيه ما غيره، انا اللي رح العب البطوله فيه. شو هالمسخره؟ ليش ما خبرتني من قبل بهالشي مراد؟ رفيف لك عم بيعملوا مقلب على اساس ما بتعرف فوتون. لا عمى لا عمى، هي احلى مزحه بسمعها بحياتي. شو اللي عم يضحكك كل هالقد جان؟ شو اللي عم بيضحكني؟ بصراحه اللي عم بيضحكني انه ممكن تفكرني اخذ دور بهيك مهزله. عن جد شي بيضحك. بس انت قبلت ووقعت على العقود كمان. ممول هذا الفيلم يعني المنتج العام ما بده حدا يعرف باسمه. وليش بقى؟ أنا شو بيعرفني؟ هذا هو طلبه. أي طيب ماشي، أنا كل شي بيهمني السيناريو وبشوف. كتير منيح، بس السيناريو ما أجانا، يعني ما أنا جاهز هلأ. هنادي، أنا لحد هاي اللحظة ما فهمت شو اللي بدك تقولي. المنتج ما بده يعرفنا على حاله ومو معروف مين هو، السيناريو ما أنا جاهز، نحن على أي أساس بدنا نقبل المشروع أو نرفضه؟ بس أنا قبلت. اسمعني منيح مراد، إذا بتبلط البحر هذا الشيء مستحيل يصير. حط هالقصة ببالك، أنا مستحيل مثل بهذا الفيلم، مستحيل، مفهوم؟ يلا رفيف. مراد فهمني شو اللي صار هلأ كرمال الله، احكي أي شيء. تفضل. شكراً يا بيك. معقولة هالحالة؟ قديش صارت الساعة ونحن لساتنا هون لهلأ؟ فهمني هدول ليش هون؟ هدول لازم ينحطوا بملف المصاريف، قلت لك ألف مرة ولهلأ ما فهمت. لا تضل تاخدهم وتجيب لي إياهم كل شوي، هالشغل لازم يخلص اليوم. عماد عم تفهم علي شو عم بقلك؟ يا خانم شو شايفتيني أهبل؟ والله إيه أهبل. نعم جان. هنادي مبروك الفيلم الجديد تبعك، وإن شاء الله بتحطموا الأرقام القياسية بالسينما مشان ما يضيع تعبكم على الفاضي. هاي طبعاً إذا أنا رضيت أشتغل بهيك مسخرة. ما تعيط شبك، وطي صوتك شوي. على أساس إذا قلت لك رح ترضى تمثل الدور يعني؟ أنت شو فارقة معك إذا فتون كتبت السيناريو والفيلم مراد هو اللي أنتجه؟ بعدين أنت معصب زيادة عن اللزوم من هالقصة. خلص تعا ما بيمشي الحال هيك، تعال أشوفك ونحكي بالموضوع. أنت تعال على المكتب وخلينا نحكي من راسي لراسك. إيه؟ ألو؟ سكر بوشك؟ أنا بورجيكي هنادي،
عم تتزاكي علي؟ قال عم بتحط ايده بايده من ورا ظهري، مفكري بهالسهوله بيضحكوا علي العمى؟ وفوق منه خلتني وقع على العقود بدون ما اعرف مع مين عم وقع. جان معك حق بردة فعلك، بس لازم نقعد ونفكر على رواق. يعني بالنهاية لا تنسى أنك موقع على العقود. فتون ومراد كيف اتفقوا عليك وخلوك توقع على هيك شي؟ شو عملوا هدول معك؟ أكيد هن متفقين عليك وفي شي بيناتهم. ايه روح اسألي هذا السؤال لمراد تبعك. مستحيل صدق. مالك مصدقتيني؟ مراد أنا ما عم بعرف مين بدي صدق هلأ. يعني ليش ما حكيتلي من قبل؟ ليش جبرت جان على هيك شي؟ شو قصة هالاتفاقية؟ أنا ما عاد فهمت أي شي. مو أنت اللي قلتيلي خوفك على حياة جان المهنية ومستقبله بخليكي ما تبعدي عنه؟ إيه صح هذا اللي قلته، بس شغله ماله ماشي منيح، وإذا ما لقى مخرج لحاله رح يتعرض مستقبله لخطر، مو هيك قلتي؟ أنت اللي قلتي لي فوتون إنه ما فيك تبعدي عنه لأنه عم تحميه بهالطريقة. السيناريو اللي كتبته أنا هو المخرج اللي بتقصده؟ إيه؟ مخرج مناسب لجان، وكمان حتكون بداية جديدة لإلك. بس أنت ما كان لازم تحطه تحت الأمر الواقع، ما بيصير هيك تعامله. وأي حدا قريب من جان وبيعرفه شوي بيعرف إنه ما رح يقبل بهذا الدور. بس هو وافق ووقع. بس قبل ما يعرف إنه أنت المنتج. يا ريت بس لو كان عندي خبر، أنا كنت خبرته. فوتون، جان ماله ولد صغير، إيه؟ فحاجة تدافعي عنه. بدك نمشي؟ جان انزل معي اشرب فنجان قهوة لتهدي أعصابك. شكرا رفيف، بس عن جد ماني رايق، الأحسن إني أمشي. رايح على البيت؟ لا رح أطلع أسهر. أنت معقول مو شايفة حالتي؟ أنا طبعا رايح على البيت. تصبح على خير. تلاقي الخير. شكراً مراد. بتحبي إني فوت معك لنحكي سوا مع جان؟ ما بظن إنه رح يحكي معك بعد اللي ساويته، وكمان يمكن يفكر إني بعرف وما يرضى يحاكيني. طيب بكرة منحكي. تمام. فوتون؟ نعم. أنا مسافر بعد كم يوم على كان، رايح حتى لاقي مشروع جديد وممولين جدد. شو رأيك تسافري معي؟ وهيك بتدخلي بالجو، على قد ما بتدخلي بالوسط أسرع رح يكون أفضل لإلك. بصراحة مراد ما بعرف، بدي وقت لفكر.
طيب فكري بالموضوع وخبريني بعدين، وأنا بحل أمور السفر والفيزا. بشوف. أهلين عمادو. أهلين فيكي حبيبتي، بس لو تعرفي شو صاير. شو صاير؟ قصص كتير صارت حبيبتي. شو صاير قول؟ فيلم جان، لك هذا يلي قلت لك عنه آخر شيء، هذا اللي ما خبرته هنادي مين المنتج تبعه. ايه مو طلع المنتج هو مراد سويكن؟ ايه لك عم قلك مراد سويكن المنتج، شو ايه؟ ها لك مراد ما غيره؟ الشخصية اللي بيشبه الإيطالي؟ ايه واللي عم يرسم عن فتون؟ كيف يعني؟ قصدي يعني انه عم يرسم خط كتابة السيناريو مع فتون. اه ايه هو هلأ جان ما كان عنده خبر انه مراد المنتج، وهدول قلن زمان ما ننطائين بعض. وجان اليوم لحتى تدري بالخبر اتصل بهنادي بهدلة ومسح الأراضي فيها قدام عيوني. وليش بقى العمل عمى بدل ما يحمد ربه على الشغل بيجي بعصب على هنادي وبيبهدلها؟ شو ها ولك هذا جان تيكين على سنه رمح، ما بينحط تحت الأمر الواقع. وكمان مراد سايكن على سنه رمح، يعني شو ناقصه؟ شو بفهم من حكيك؟ يعني برأيي هو كمان ما نو أقل من جانتيكين تبعك. اسمعيني منيح، لا تكوني عم تعبي براس فتون هيك قصص مشان تحبه لمراد. بنوب شو هالحكي؟ بس والله مراد شخصية وما في منه بالدنيا، ومن تحت رأسه لجان فتون ما عاد شافت حياتها. اوعك تمدحي بهذا مراد قدامي مرة تانية، ما بدي سيرته بهذا البيت. لما بحكي تطلعي فيني، طلعي بعيوني أنا، ما تطلعي لهنيك وتهربي بعيونك على جهة تانية. فوكس عيونك لهون، المرة متزوجة، هذا الموضوع منتهي. فتون مرته لجان تيكين، خلصنا يعني فينيتو فينيش سون. والله أنا مع مراد. ليزا لا تجننيني. مين هالكلب الصغير؟ تعا 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 لعندي لأشوف. فلفل؟ كتير حلو اسمك يا روحي، شو انت ضايع ومضيع أهلك؟ ايه دخيله، دخيل قلبه أنا. شو هربان من البيت؟ روق ليك لا تخاف أنا جنبك ماشي؟ روق روق بوعدك اني رح لاقي اهلك. ايه انت ما تخاف.